لتوابل الفاهيتا عندنا ربع معلقة صغيرة من الكمون، أنا بستخدم هنا كله مطحون عشان بطحنه كله مع بعضه وبستخدمه على طول. عايزين تستخدموه كله حب وتحمصوه وتطحنوه بعد كده في المطحنة بتاعت التوابل ممكن جدا برضو. ربع معلقة صغيرة من الكمون، ربع معلقة صغيرة من الثوم البودرة، ثلاث ارباع معلقة صغيرة مكعب مرق، تستخدموه بقى فراخ، تستخدموه لحمة، تستخدموه خضار، واعملوه في البيت، احنا عملناه مع بعض قبل كده وان شاء الله هعيده لكم تاني. معلقة كبيرة من النشا، معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من البصل البودرة، معلقتين صغيرين من الشطة، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البابريكا. دي المقادير بتاعة توابل الفاهيتا اللي احنا هنعملها مع بعض ونشيلها في البرطمان. للتقديم بقى أو لعمايل الفاهيتا نفسها، عندي لحمة متقطعة شرايح تخينة مش رفيعة، وعندي بصل شرايح، فلفل رومي شرايح، مشروم فريش شرايح، وعندي جبنة مبشورة مسخنة جدا جدا الووك. هحط معلقة زيت وابتدي أعمل التوابل بتاعة الفاهيتا. بسم الله. يلا، كمون، شطة ممكن ما تستغنوا عنها، بابريكا، ملح، سكر، نشا، ثوم، بصل، مكعب المرقة، نخلط. حطيت بقى واحنا معانا التليفون البصل والفلفل والمشروم، ده لما ابتدت اللحمه تخش في السوى عشان يتشربوا من بعض في الطعم. ووقت التقديم هنزل عليهم الجبنه يا مدام روحيه.